ولهذا أيها الأفاضل قد يقول قائل لكن كيف لنا أن نبني أسرة سعيدة في الإسلام؟ وهذا الكلام موجه اللي مازال ما تزوج، اللي تزوج، اللي عنده 20 سنة، اللي عنده 50 سنة زواج. هذا الكلام يعني جميع الناس، ماشي بالك إنسان يقول لك أنا خلاص عندي 20 30 سنة 40 سنة زواج. حتى أنت يا أخي الكريم ويعنيك الأمر، يعنينا جميعا رجالا ونساء. من أعظم أسس بناء الأسرة السعيدة في الإسلام هذه المعاني اللي نحتاجها اليوم. لهذا مرة التقينا عند بعض الأئمة، كانت فكرة هي فعلت من قبل، كان دارها الشيخ عبد الحليم بيحفظه، هي مسألة أسبوع دعوي كيف تكون عنوانه كيف تكون زوجة وكيف تكونين زوجاتا. عدلوها عندها سنوات على المقبلين على الزواج، وهاد الأمور لازم يكونوا خلطة. احنا كل حاجة تعب تخدم فيها تروح تدير فيها تطبيق دير ستاج. وأعظم بناء تبنيه في حياتك، ما كاش بناء أعظم من الزواج. قد تبني القصور الدور معلاش، لكن أعظم بناء في الحياة ما يعرف عليه والو. ومن بعد يقول لك ما كنتش نظن الزواج هكذا. أخي الكريم أنت أعظم حاجة ما عطلاش أهمية، كيف يبارك الله لك فيها. أول خطوة من خطوات الأسرة السعيدة، وكيقول لك الأسرة يعني الزوج والزوجة، واش لازم يديروا في الدار؟ هذه هي خطوات الأسرة السعيدة. أول حاجة يا إخوة، ألا وهي إقامة العبادات في البيت. بيت صح كاين بيت الله نصلي فيه هنا، لكن من أعظم الأشياء اللي تخلي الأسرة متماسكة هو أنك كي تدخل هذاك البيت تجد مظاهر الدين والعبادة فيه. ما معنى تدخل للبيت تعتاد أنك ترى الزوجة تقرأ القرآن، تعتاد أنك ترى الزوج يقرأ القرآن، تعتاد أنك ترى الزوجة تصلي، تعتاد أنك ترى الزوج والزوجة يصليان. ولهذا نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم، يقصد نافلة، ولا تجعلوها قبورا. لهذا من السنة أن صلاة نافلة تكون في البيت، على لإظهار شعائر الدين في ذلك البيت. من أسباب سعادة الزوجية والأسرية هو مظاهر العبادة في البيت، مهمة جدا يا إخوان. حتى الأبناء كيكبروا يكبر يشوف باباه يصلي، يكبر يشوف الأم تاعو تصلي، كاع بالك جربناها أنت تصلي وما يعرفوا بصح يسجد معاك يركع معاك. هذا أمر مهم جدا يا إخوان. إحنا اليوم بيوتنا والعياذ بالله عششت فيها الشياطين، إلا مظاهر الفتن والمعاصي فيها. تدخل تسمع الغناء، تدخل تشوف الأفلام، تبرج، وبعد يقول لك عندي مشاكل. أنت روح البيت، أنت يا بيتك ماشي عايشة فيه الملائكة. ومعروف البيت الذي تغلب عليه المعصية لا تعشش فيه الملائكة. وين تكون الملائكة؟ سبحان، عندما نحلل النصوص الملائكة في الغالب تكون مع القرآن. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. في بيتك كذلك، لأن هذا الأمر ليس خاصا بالمساجد، مسألة القرآن مع الملائكة. والدليل أن أبا موسى لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كنت أصلي وكنت أقرأ من الليل، قال فرأيت ضياء ينزل ويخفق، قال كلما زدت في القراءة زاد الضياء والخفقان. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له تلك ملائكة الرحمة. القرآن يجنب الملائكة، وبيت تعيش فيه الملائكة بيت مبارك. احنا البيوت تاعنا عايش فيهم الكلاب كرامكم، يدخل الكلب للدار وما يجي يقول عندي مشاكل مع الزوجه. لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صوره، تدخل للدار كاع معاصي كاع قرنيتر سبوعه الحنوشه الطيور وين راك؟ عباكش بلي هذوك امور كلها تعشش فيها الشياطين. بعد ذلك تريد البركه، مين راح تجي البركه؟ مين راح تجي الحياه الاسريه السعيده؟ تعيش معك شياطين. لهذا من أعظم أسباب الأسرة السعيدة في الإسلام
إظهار معاني العبادة وشعائر الإسلام فيها. كاين أمور تفعل في المسجد نعم، لكن كاين أمور تفعل في البيت، خاصة قراءة القرآن. ترى الزوجة ترى كذا، البيت ينشئ على هذا، لن يضيعه الله. وبالتجربة والسقسية كاين خاوتنا ما شاء الله، هذه طبيعته يوم تزوج، والله العظيم يعيشون كأسعد الناس، السعادة في طاعة الله. نعطيكم حاجة فقط يا إخوان، إحنا اليوم رانا نتكلموا عن الأسرة عن الأسرة السعيدة في الإسلام. أنا نتكلموا عن السعادة، حبيت نعيش مهني في داري بالدرجة هذه هي. عبالك لأنه إحنا عندنا أمر، هناك أمران، هناك السعادة وهناك اللذة. أهل المعاصي في بيوتهم، تبلغنا في الدار الأفلام الصاخبة المسلسلات، أركبني مع المسلسلات نهار كامل. هذه رسالة إلى النساء والرجال، يا أخي إذا أردت أن تعيش سعيدا في بيتك اجتنب المعاصي، اجتنبوا المسلسلات في البيوت، اجتنبوا الأغاني في البيوت، اجتنبوا الصور في البيوت، لأن بيوتكم ثم لا تعيش فيها الملائكة، وكل بيت لا تعيش فيه الملائكة ستعشش فيه الشياطين. حتى لو كان تظهرون للناس أنكم سعداء بصح أنتم أشقياء، لأنه جرت سنة الله في الكون أن السعادة في الدين والتزام شعائر رب العالمين. كاين لذة وكاين سعادة. أهل المعاصي في بيوتهم، عندكش أكو صايبين أنتوما، أكو صايبين أهل المعاصي، صايبين اللذة. وشنو هو الفرق بين اللذة والسعادة يا إخوان؟ اللذة مؤقتة، تجي شوية تفرح هذيك 10 دقائق وتروح، مثل لذة الطعام والشهوة، شهوة. راك جيعان تشتهي الطعام، بمجرد أن تأكل خلاص، وكان يحطوا لك بعدها ألذ أنواع الطعام تقدر تأكل. علاش؟ لأن اللذة لا تدوم. لدى مجرد لحظات وتروح. السعادة لا لا يا إخوان، السلام. السعادة تدوم، سعادة تعيش فيها. اللدى لمن تكون؟ تكون لأهل المعاصي، عندما يفعلون المعصية يجدون اللدى لحظات، ثم تعقبها بعد ذلك حصارات ندم وظلمات بعضها فوق بعض. السعادة لا لا، السعادة مربوطة بطاعة الله، سعادة تدوم، حياة سعادة. هذا هو الفرق بين اللدى والسعادة. اللدى في المعصية ولا تدوم، هي مجرد لحظات. السعادة في الطاعة وهي تدوم. لهذا قال تعالى: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صالح فلنحيينه حياة طيبة. هاي حياة السعادة التي نحتاجها. لهذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. اللذة العاقبة حمار، السعادة العاقبة سعادة، هنا شرح الصدر، راحة البال، طمأنينة، سلم وسلام، أمن وأمان، وفي يوم القيامة جنان عند يبنيها ربنا العزيز الرحمن. هذه هي النتيجة. إذن أول أسس للأسرة السعيدة إقامة شعائر الدين في البيوت، صلاة، قراءة قرآن، دراسة كتاب، أولادك يكبروا على هذه المعاني. كذلك يا أيها الأفاضل، من أسس العظيمة 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 جدا في صلاح البيوت الزوجية وحياة سعيدة، صلاح الزوجين هما الأساس، بهم لقامة الأسرة، صلاح الزوجين. هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لما اشترط الدين في الرجل المرأة على لكي تنجح الأسرة. قال فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا جاءكم، يخاطب أولياء البنات النساء، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أو الشرط على، لأنها أسباب سعادة، ماشي ماله وشكله، دينه وخلقه، فزوجوه. إلا تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. ذكر بعض الشراح كالنووي قال: الفتنة هي عدم البركة في البيت، تتزوج باش تعشقه. لماذا؟ لأنه أصل الأصول السعادة هو الدين، ما عندكش، لأنه اختيار الزوج لم يكن على أساس الدين. ونفس الشيء، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولنسبها ولحسبها ولدينها. مش قالوا في الآخر: فاظفر بذات الدين تربت يداك. سبحان الله، صلاح الزوجين مهم جدا يا إخوان.
حنا يا يجيك خلاص انت انت يا اخي الكريم يجيك فاسد ما كاين الناس يجيوك كارثه ما يجي يقول لك شيخ سواء هي ولا تقول لك ان شاء الله نجيبها ونربيها ربيها انا على يدي كاش منها تربي على يدها تجيب تاع الدين واخا كي تعجبو بالك يقول لك نجيب اخت مصعب العقل كاش منها انت ما تزوج باش تربي كي يعطيك ربي دراري ربيها انا جبتها باش نعيش معاها ما عنديش الوقت نربيها انا اش كيف هاد 30 سنه مازالني انا كي يجوني ربي يعطيني الدنيا نربيها تي ما نربيكش تجيبك تاع الدين كاين امور خفيفه باينه بصح من الاول نجيبك هذاك واش خصني انا حياتي كاع نخدم تمضرام بني باش نزول باش نجيب ندير بانوريس انايا نجيبك تاع الدين خلاص ومن بعد تكون امور اخرى ما شاء الله هو يقول لك شيخ نجيبها علاش نربيها علاش واحد يجيب مقنين صافي انا والله العظيم انا ربي ربي راه كاش هذه سنة الله عز وجل في الكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين خلاص نجيبكم بدا نقولها ما ديريش كي تخرجي ما ديريش الريحة ما ديريش ما تزينيش للرجال اهبلتو نجيبها مع الاول تعرف هاد الامور تاع الدين خاطش وحدة تاع الدين تعرف هاد الامور وإذا صبتها خاطش بعض الناس يقول لك لا لا الشيخ انا نشوفوهم على بالك كي يبداو يطالعوا التعليقات كاين يقول لك رانا نشوفوهم دير جلباب معليش كاين دير جلباب وتتزين بصح هذه حالات بصح الله غالب الاعم المتحجبات الشرعي الحجاب الشرعي والمتجلببات ما يتزينوش الحمد لله تتزين في بيتها دوكا وحده ولا زوج ولا ثلاثه لا يقاس عليهم بصح الغالب اللي تتزين متبرجه وهذيك اللي دير خيمره هذيك ماشي حجاب ما تحطوش في زمره المتحجبات الحجاب له شروط أربعة إذا توفرت تقال عن يقال عن المرأة متحجبة حجاب شرعي هذاك اللي راهم يديروهما يدير تاع والله ما تشوف شعري خلاص دايره قطعة قماش على رأسها هذاك ماشي حجاب هذاك تبرج هذيك متبرجة وينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة ولن تجد ريحها ماشي العبرة في الحجاب تغطية الشعر الحجاب شرع لتغطية الجسد عنده أربعة شروط الحجاب الشرعي أن يكون فضفاضا واسعا ثانيا ساترا لجميع الجسد ثالثا أن لا يكون زينة كيفاش تلبسي حجاب بلش أنا يا وردي غوص شوف همتي ميمون الله لازم تعلموا هاد الامور هاد اللي كتجيبها لازم الامور تعرفها الشرط الثالث ان لا يكون الحجاب زينة اي يعني يكون لونه لونا داكنا عادي اسود ازرق قاتم اخضر قاتم بني هاد هما الالوان تاع الحجاب او الجلباب الشرعي حتى كاين بعض الجلباب ماشي شرعي هذا الجلباب تاع ارماكس هذا جلباب ومتحتر كاين ضوابط لازم نعرفوا هاد الامور هذه هي اسباب نجاح الاسره في الاسلام نجيب زوجه تاع دين نعلم لها اشياء نعم بصح الخطوط العريضه المحرمه على المراه هذيك باينه مش حتى نجيبك انت نعلمهم لك لا لا انك ما تتعطريش وتخرجي بصح تقول ايما امراه تعطرت فخرجت فوجد الناس ريحها فهي كذا وكذا يعني زانيه اذا اعظم اصل بعد ما ذكرنا إقامة العبادة وصلاح الزوجين والزوج كذلك أخت كريمة خاش نرى بعض الأخوات ما شاء الله ربي ابتلاهم بزوجة إما لفساد الرأي أو أن أباها رجل مادي اختار المال على الدين وهكذا وما يجي يا شيخ وش ندير وش ندير يدك أو كتا وفك نافخ أخي كان أنت الآن تجني ثمار فعلاتك حتى المرأة الصالحة تتعمى إنسان ماشي تسمى هي الأخت علاش هي تتزوج من كيف برجل ليعينها على دينها والله راه يجوني أسئلة كثيرة تقول لك شيخ أنا على الاستقامة أنا ندير السيطار ندير السدل نقوم الليل أصون لكن عندي زوجي يصار بالأفلام والمسلسلات عندي زوجي زير نساء عندي زوجي كيف المخدرة أنا أول حاجة كي أجيب نقول لها وين كيفاش تزوجتي بهذا كيف تزوجتي تقول لك الأبتر إذا ثم هذا الأمر لابد يا إخوان دين في الرجل ودين في المرأة لكي تكون الأسرة
سعيدة في الإسلام. سبحان الله، حتى كي تختلف معها، كي يكون أسرة تاع دين، تختلف مع زوجتها، بصح كاين دين، تقول لك تقي الله يا أخي، ما يجوش هذا الأمر. كي تكون تخاف ربي تحبس، حنا لا ليس بها بربي، يكفر عليها بالله. واش هذه حياة؟ هذا هو الواقع تاعنا، ما نكذبوش على روحنا، هذا هو واقعنا. علاش؟ لأنه ليس هناك دين يا إخوان. إذن أعظم وصايا رب العالمين، وهي وصايا النبي الأمين، اذفر بذات الدين تربت يدك رجلا كان أو امرأة. هذا هو الأصل الثاني من أعظم أصول صلاح وبركة وسعادة الحياة الزوجية والأسرة في الإسلام. خاطش ما تنساش كذلك، أنت ربي حيرزقك ذرية، تخيل ذرية تكبر تشوف هذا، واش تعرف الذرية صفحة بيضاء أنت تكتب فيها ما تشاء. الولد يكبر يشوف الأب تاعو صالح، يشوف الأب تاعو يروح المسجد، يشوف الأب تاعو يقرأ قرآن، يشوف الأب تاعو تاع دين، يكبر. حتى لو كان الولد يمشي شوية يزير الشارع يأثر فيه، بصح الولد منبته حسن، يروح ويولي. لماذا؟ لأنه نبتا حسنا. الولد يكبر، طفلة تكبر من شافت روحها وتشوف الأم تاعها متبرجة، تكبر تشوف يا إما تشوف المسلسلات والأفلام والأغاني، طفلة تكبر على هذاك الشيء. الولد يشوف الأب تاعو كم يتكيف برا، ما يروحش المسجد، هادي واش حسنا منه. وبعد يجيبوك الجامع كي نهار حفل توزيع الجوائز تاع المدرسه القرانيه، شاب صغير حفظ القران، يقولك شيخ هاك الله يرجعوا لي هاك، شغل طفله ايا ولي حافظ القران. وين كنت يا اخي الكريم؟ هؤلاء اناس وقف عليهم اباؤهم، وين كنت انت؟ تفتش وما كبرش هكذاك الاب، ومن بعد يامر ابنه ما يتبعش. بدا الشقاء في البيت، الشقاء اين؟ خاطش من اعظم الشقاء حتى لو كان انه ربي يسخك ذريه تعيك. حتى قال هذا حالهم حال الطاووس مع ابنائه، يقال ان الطاووس يوما انكر على ابنائه لماذا يتبخترون في مشيتهم، علاش يميلوا؟ ما شاء الطاووس، قالوا له انت اللي بديت واحنا قلدناك، احنا ابنائك. كما قال القائل مشى الطاووس يوما بعوجاجي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختلون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنك إن عدلت معدله، وينشأ صغير الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قايد خلنا الولد يكبر كما تقول العرب، الولد صنو أبيه، الولد شبيه أبيه. نادرا كاين استثناءات، احنا ما نقيسوش على الاستثناءات، الشاد كما تقول العرب يحفظ ولا يقاس عليه. كاين بلد سكين وليد يحفظ القران، كاين صح، بصح حالات تعد على الاصابع، لكن في الغالب الطيور على اشكالها تقع. هذا مات العربي مهم جدا الان، الطيور على اشكالها تقع. خوتنا الحمام يعيش مع الحمام، هذا الغراب مع الغراب، النسل مع النسل، ما تشوفش الحمام يدور مع الغراب، ما تستناش غراب يولد لك حمامه وحمامه تولد لك غراب. هذه هي، فهذه هي مكانه الدين في الاسلام. من اعظم اسس الاسره السعيده ان هناك الدين، اقامه العبادات في البيت، صلاح الزوجين الرجل والمراه، وكذلك من بعد ما يكون هذين الامرين، وهذه اللي ما عندناش حنا، الحوار بين الرجل والمراه في البيت. احنا شوف اكثر المشاكل بعد الدين وكذا اللي تقع بين الزوجين ولا يجدون استقرارا في بيوتهم، انعدام الحوار بين الرجل والمراه. ومن طرفنا احنا واسطه، خاصه احنا الجزائريين، احنا ما عندناش ثقافه الحوار، احنا الضرب العياط قاعد حتى لو يهضر ماشي. المهم فالله غالب، صح لازم تربوا على هذه الامور. والله سما تاع وليدك تحكموا عندك كاين اللي الله يبارك، بصح الله يحكموا زعما عندك يوميا تحكموا نص ساعه تدخلوا البيت وليدك شغل تعاون مع صاحبك باطلة تبسقالي هكذا خلاص. من بعد سمح لهم والله راحوا، احنا عايشين وهم كبروا هكذا، ووليدك يكبر هكذا ويدير الاولاد هكذا ويا رايحه. صح ما عندناش ثقافه الحوار، هل تقى ما كانش هذاك علاش التفاهم هذاك يولد مشاكل في البيت. لهذا شوف الله عز وجل قال تعالى، شوف كيف أشار إلى الحوار بين الزوجين، قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما
وتشاور، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وش يقصد هذا؟ عباك هنا أو يتكلم عن الفيطان، يعني المرأة عندما تكون ترضع ولدها وحبت تحبس له الرضاعة قبل الحولين، قبل العامين مثلا، عالم؟ شوف الله عز وجل قال فإن أراد فصالا، يعني أراد أن تفصله عنها، عن جسدها، عن ثديها، فإن فأراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور. قال الله عز وجل حتى تتراضي وتشاوري مع الزوج تاعك إلى تحبسي له الرضاعة ولا لا، لا. إشارة من رب العالمين إلى عقلية الحوار بين الزوجين. احنا منعدمة يا أخي، معليش كاين خلاف أرواحي نقعد احنا، لا لا هي زبطة وتشاور وهو هكذا 15 يوم وما هكذا، شو أنا نروح لها الأمر عليها والله ما نجي. صح تاخذك العزة بالنفس أحيانا، بصح أحيانا نجيبها نقعد هكذاك زابط روحي، نجيبها روحي، ماشي زعما تلقى روحك نجيبها، لا لا نقعد هكذا، علاش نقعد زعفان بصح روحي. هاي شوفوا علاش صار المشكلة، ها صار المشكلة، معليش نتعلم وين هو الحق، خلاص تعلم ومن بعد حبيت تزيد يومين زعفان مالك من عندي باش 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 ما تبقاش عيال، بصح معليش لابد نتعلم ثقافة الحوار. احنا ما كان وعلاش؟ ومع الايام صار خلاف، بعد الايام تعاودوا ترجعوا من بعد كان، لكن تتولد هذيك العزه بالنفس لكل واحد من طرفين. علاش كي انا اختلفت مع الزوجه ومن بعد ما تبينش شكون المخطئ فينا، مضت ايام بعد ذلك خلاص عاودنا ولينا، هي اللي تشوف روحها هي اللي كانت على الحق وانا نشوف روحها انا كنت على الحق. مع الايام واش تولد؟ تتولد فينا اني انا اللي كنت ديما على الحق، وهي تولد فيها انها هي دائما على الحق، يجي نهار وتوصلوا طريق مسدود. ما كاش اتصال بعد ذلك، وهذا امر مهم جدا في الحياه الاسريه، نتحاور في كل شيء. احنا كان زعما رجله زايده ولا نقول يا عمتي هي رجله الله ما هي رجله في امور اخرى. وهذه اشاره من رب العالمين في هذا الامر. في مسألة الرضا. إذا الأمر الثالث يا إخوان لازم بإذن الله تكونوا خلطوها في الدار. تكونوا نصلوا ونديروا كلش. نديروهم كاع اليوم، أما تخلص. نديروهم بينا احنا واحد الكرة سبعة ولا ثمانية، نديروهم كاع نعيشوا اليوم وصلاة سعيدة. وغدوة إن شاء الله مع المهم درناهم. إذا إقامة العبادات في البيت من قراءة القرآن والصلاة، صلاح الزوجين يا إخوان مهم جدا جدا جدا. والأمر الثالث الحوار. الأمر الرابع عندي وعلى شوية الاعتراف بالجامل. ما تكزيستيش أنا اقسم بالله، شفت طب جيب لك ما قالوا الاعتراف بالجامل يا إخوان والله غير مهم جدا، عبك يولد الحب والألفة والحنان والدفء بين الزوجين. احنا قليل عبك احنا يشوفوك احنا جينا عبيش كيف زعما حتى تقول زعما اعتراف بالجميل، يعني هو دار حاجه مليحه تقول بارك الله فيك جزاك الله خيرا ما نصيبش كيما انت هذيك ما قلت خرط انا بصح قوليها، ولا زعما انت طيبت لك حاجه مليحه هذا اكثر قلت تم تغزو شويه بصح بروح قولها بارك الله فيك الله ما شاء الله حتى بالك الى سكساتك تبني لا لا انا لا راح تسمى ايه مشغول ما عندناش هذيك والله العظيم ما عندناش في الغالب ما عندناش ذاك الاعتراف بالجامل. هاكي خدمتيها يا خالد انت عجباتك تحب تخش خرجها هكذا وحنايا والعكس هي كذلك سما شنو لا اه ما شاء الله قضيت زعما ذاك نصيت ساعات يطلع الايمان سيدي كون ندخلوا شي طرام ولا تشري زعما دجاج لحم فاكهه هكذا نزهيهم دخل دعاء كي قاعد مخير بارك الله فيك وتربع ما تكفيش هو ديجا انت كي جيت هذوك شي اسم راك فرحان كي شريتهم وجايبهم للدار كذا ومن بعد هي تجي تزيد تقول لك لا ما شاء الله من نصيبو زوج كيما انت ماشي عباك تولي تلبس تسعه انت خلاص تولي خلاص اي سبحان الله العظيم خلاص وانت تما في الدار كلمه ومن بعد معليش خليها حاجه خصك اي سبحان الله العظيم عباك معليش ما شاء الله قول وانت كذلك طيب تملاح ولا وكذلك مسألة التزين هي المرأة تتزين لزوجها ما شاء الله تدخل تشغل شي مدرية ما
معليش مام يا سيدي ما عجباتكش يدير روح باينه بلي ما راهيش كيما معروف ما عرفش عرف سما هكذا اليوم دخلت صب الدعوه بدله شويه ما كاش والو شغل بعد ديسمبر تاع 2020 ديسمبر تاع دوكا كيف كيف انا شغل دخلت خرجت زعما دخلت حاجه ما انتبهنا ما انتبهتوش خويا حنا ما كاش حاجه تبدلوا فيه والله العظيم ما عندناش الاعتراف بالجامع هذا امر مهم جدا عليك يكون الالفه بين وهذا الخطوة الاعتراف بالجميل خلق عظيم خلق سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام مع ازواجه وكان استفيد في هذا الامر لكن منوش نقاط يعني كذلك ايها الافاضل من وهذه مشكله اللي عنده هذا الطبع من اسباب من الاسباب تاع سعاده الاسره المسلمه أن لابد أن يكون هناك خلق في البيت هذا الخلق اسمه خلق التغافل الله يا إخوان خلق التغافل ما تتبعش كلش في البيت خطص لمن هذا الذي لا تصفو مشاربه كاين إنسان ما عندوش أخطاء كاين إنسان ما عندوش أمور لا تعجبك ما كاش منها الكمال البشري يكون في الجنة اما ما دمنا على وجه الارض احيانا لازم تشوف اللي روحك ما شفتش خلينا في امور كاين امور لا تقول ليش دوك انا بنتك في عمرها 20 سنه تخرج متبرجه وتقول لي خلق التغافل هذا لا لكن احكي لك على الحياه كاين ناس يا اخوان يهضر عليها كلش ما كاينش حاجه ما يهضرش عليها هذا واش يورث مع الايام يورث العداوه لمرات كراهه يهضر انا صاحب علاش احيانا دير ملاحظه ماشي كل يوم تغافل سئل الامام احمد رحمه الله احنا واش نحوسوا نحوسوا العافيه في بيوتنا سئل رحمه الله عن خلق العافيه في بيوتنا في حياتنا قال رايت العافيه قال رايت العافيه عشره اعشار تسعه اعشار منها يعني تسعة على عشرة منها حبيت العافية قال رأيت العافية عشرة أعشار تسعة أعشار منها في التغافل دير روحك ما شفتش أحيانا حنا كاين بعض الناس يتبع كلش وهي كذلك هذا مع الأيام ماذا يورث؟ يورث العداوة بين الزوجين خاصة القناعة أمر عظيم جدا على لانه المال ما يبنيش شفناهم اللي عندهم المال عنده كلش صح والله يا اخوان والله الذي لا اله غيره بيتهم جحيم نروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسعد بيت في الوجود اسعد بيت في الوجود هو بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام مع نسائه اسره سعيده باتم الكلام كاين الخير كاش مشكل ما كاش هذا الزوج ماشي فاهم المهم اني اكون سعيدا هما كاع يقول لك لهنا يقلب لغنا تعرف الحكايه تاعنا لهنا انا ما نسحقش دراهم نسحق هذه الهضره كاع يقولوها بصح احنا نحتاجوها في التطبيق كسي ودي من يريش هذو مازال ما تزوجوش بالك كسي ودي لا قول لي دوك ايه صح من بعد فالمهم شوف النبي عليه الصلاه والسلام سئلت عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيحين حديث أم المؤمنين سئلت عن طعامها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وش كانوا يأكلون أنتم أسعد بيت أنت زوجة رسول الله وأحب خلق الله إليه أحب الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يمر الهلال والهلالة ولا يوقد في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام نار شهر وشهرين ما كاش نار ما كاش طياب فقيل لها يا أماه وما طعامكم قالت الأسودان الماء والتمر هادوش كانوا يأكلوا شهرين بدي يجي الرزق شهرين غير الماء والتمر وهو أسعد بيت على وجه الأرض على لأنه بيت رزقه الله القناعة نتحدى أي واحد فينا عنده غير الماء والتمر في الدار ما هادوش كاين كاش أفقر الفقراء عنده ما أنا أزيدك أكثر من هذا ولهذا يا إخوان
القناعة أمر مهم جدا في أسس الأسرة المسلمة. ولهذا مليح الإنسان والله حتى إذا كان عنده الخاء يعود أهل بيته أحيانا يعودهم عيش الفقراء، ضرب 4 أيام 5 أيام أنت لا بأس به، تقدر كل يوم تشري الفاكهة وتشري، بصح معليش قضية مبدأ، قضية تربية، قضية دين، ما نجيبش 5 أيام ما نجيبش فاكهة، 5 أيام ما نشريش عصير، 5 أيام تشربوا الماء، حتموت ما تموتش، يتعود على هذا. احنا الذي أهلكنا هو حياة الترف، ناس غير مستعدين، وحياة الترف لا تولد القناعة يا إخوان، فينهدم البيت. وكم من بيوت هدمت وأسر شتتت لانعدام القناعة في تلك البيوت. كذلك من أسس الحياة السعيدة يا إخوان، هذه بالك كاين اللي عنده كاين ما عندوش، هو مداعبة الأهل والأولاد في البيت، وهذا أمر مهم، هذا يخلق المحبة والوفاء والدفء في البيت. لازم، هذه المرأة لم تتزوج بجبار عاند، تزوجت برجل دين صالح، تدخل البيت خلاص، البيت الآن حق أهلك وأبنائك، احنا كاين تاع الشارع يجيبوا البيت، تدخل تلعب معاهم تلعب به. كان يقول السلف رحمهم الله لا ينبل، كان يقول خليل بن أحمد لا ينبل الرجل، وهذا قول عند عن مصعب بن الزبير، كان يقول لا ينبل الرجل، يعني ما يكونش رجل حتى يكون كالصبيم في بيته، وكالأسد الصارور هاصور في الشارع خارج البيت، سبع مرة في الدار تلعب معهم كالصبي، هذا لا ينقص من الرجولة، كما كان يلعب النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله. بل العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أهله حتى إلى حتى وبعض الصحابة كانوا يرون، معليش، لأنه من اللهو المباح الذي أحله الله. لهذا قام في رواه النسائي في السنن الكبرى وأبو داود من حديث جابر قال قال عليه الصلاة والسلام لا لهو إلا في ثالث، يعني لا لهو مباح إلا في ثالث، هذا اللهو مباح ومرغوب. من هذا اللهو قال مداعبة الرجل أهله وتربيته فرسه وتسديده لسهمه، هذه السهم وتربية الفارس، مداعبة الأهل، وفي رواية تعليم الأبناء السباحة، صحها شيخ الألباني الزيادة. قال هذا الربع ليست من اللهو المحرم، بل هو من اللهو المطلوب المباح، على يخلق المودة في البيت، تدخل تلعب مع أهلك في البيت، تلعب مع أولادك، احنا لا ندخل، وين يا أخي على بالك ما تحش نهار زوج، بس هذه حياة، كيف تكون المودة في البيت؟ هذاك الجو، هذاك الجو تاع اللهو المرح في البيت، هذاك يخلق الدفء الأسري. النبي صلى الله عليه وسلم واش كان يدير؟ أتخيل دوك أنت نقول لك مثلا روح جيب زوجة تاعك ودير لها كورس من سيمينا، يحوم العباد يحوم يشوفك جاي يوم واحد، تقدر ديرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم دارها، ماشي بهذه الطريقة، قال الجيش تقدمه، كانت معها خرجت معها عائشة في غزوة، فلما تقدم الجيش قالوا تقدم كنت تقدم ماشي تبحروا لا لا بعد على شوية يشوفهم يشوفوها طلعوا شنو، وقالها يلا انطلقي وننطلق، ويدير معها سباق الصحابة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا كانت واحد الأفكار شوية في المجتمع بالك ورثت عن بعض آبائنا لكنها مخالفة للشرع يا إخوان، احنا المرض المسكنة كانت تحمل لكن كانت بعض بعض العادات كذا مخالفة للشرع، احنا يقول لك ماشي عيب تداعب أهلك وأولادك، احنا زمان الهضرة ما يهضرش قدام مع أولاده قدام بابه، ما عندهاش أصل هذه، صح كاين بالك أم وما تقدرش ديرهم مع أهلك ولا أمام الأب والأم مثلا تقعد عادي، بصح تلعب مع أولادك كاين وليده ما يرفدوش، وليده ما يرفدوش قدام بابه، صح كاين، ما هذا غلو زائد يا إخوان، غلو زائد، صح كاين حدود لكن لا، يقول لك أنا صدق الأولاد، هذا كاين دين، صح ورثنا عن الآباء أخلاقا حميدة ما كان لا ننكر،
الحرمة، الاحترام، علمونا بزاف أمور يعني صراحة. لكن كاين أمور تخالف الشرع، لأن قدوتنا في هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان حنين يا إخوان، والله. وعبك شكون ينقل الحنان إلى البيت يا إخوان؟ والله هو الرجل. احنا اليوم علاش رانا نشوفوا هذه الفساد في الشارع والتفكك الأسري؟ عبك شو صار لنا والله يا إخواني للأسف. المرأة، أعظم حاجة تكسبها به هو الحنان. حنايا غاب الحنان. كي يقول لك المرأة ماشي غير الزوجة، الزوجة، البيت، الأخت. علاش؟ مازال شوية. البنت، الأخت، الزوجة، هادو من يعيش معك في البيت. أعظم حاجة تكسب بها المرأة هو الحنان. حنا اليوم علاش هذا التفكك الأسري والتبرج والعلاقات المحرمة في الشارع؟ غالبيتهم لسببين: ما ترباتش عندهم طفلة، ثاني ما صابتش الحنان في الدار. واش دير؟ تروح تحوس عليه في الشارع. الشارع تصيب الذئاب البشرية. هذه هي من أكبر مشاكلنا في الانحلال الخلقي في مسألة البنات والنساء في المجتمع. تقول هذه هي، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما مس امرأة واحدة من نسائه طول حياته. بصح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما نقدرش كذب ما شو أنت حنان. بصح هو نبي الله عز وجل، شنو يخليك الأمر باللي كده؟ أحيانا تروح تظلم تتفكر أين أنت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قالت عائشة: ما ضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده قط. كان يداعب أهله ويدير معها السباق في الصحراء في الجيش نار العيد. واش كان يدير لها العائشة؟ يأتي بها يخرجها بالغرفة ويديها للمسجد، وإن كان هي كانت توطن، لكن يخرجها. وين كانوا يلعبون الحباشة؟ حتى أصحاب البشرة السوداء يلعبون بالحيرة لأنه يعني معروفون يلعبون نهار العيد. كانت ما تلحقش، يرفدها ويخليها تطل تشوف الحباشة يلعبون بخلق رفيع جدا. قال العلماء: هذا من مداعبة الرجل أهله وأولاده وأهله في البيت. هذا من الأسس العظيمة في الحياة السعيدة في الأسرة المسلمة. نكمل بعد الآن إن شاء الله.